اللي حصل في المدارس اليابانية الفترة اللي فاتت ده كان مسؤولية مين؟ يعني كون ان الطلاب يسيبوا مدارسهم ويتنقلوا لمدارس تانية، او الولاد اللي في الرياض اطفال بالفعل يبدأوا يدخلوا المدارس وبعدين وما لهمش مكان في مدارس تانية، وبعدين يتقلق المدارس لسه مش جاهزة. يعني الحقيقة المشكلة بقى مش فينا احنا، المشكلة ان ده كان قدام الجانب الياباني كمان. طب خليني اقول حاجه، بس هو فينا احنا دي بتقصديها لو احنا الاعلام وبعتبر لا نفسي لا لا، عايز فينا احنا اتكلم مع كمصر حضرتك. كمصريين. لا كمصريين، ما احنا اللي قلناها حضرتك، اولا ما فيش حد ساب مدرسه، احنا عندنا حضرتك من السنه الصف الاول الابتدائي هو تم تقديم عن خلال الموقع الرسمي للوزاره، ولكن هو متسكن في مدرسته زي ما هو الصف الاول والصف الثاني والصف الثالث الابتدائي، هم موجودين في مدارسهم وهو بس دخل حضرتك عارف ان الجامعه. المدارس بدأ من شهر، فكون ان الولاد دول قعدوا في البيت او قعدوا في الفترة دي لا الشهر لا، هم لغاية ما لما قعدوش في دخلوا البيت، المدارس. ما حضرتك مش مستوعباني، لا هم ما قعدوش في البيت، هم اوريدي موجودين في مدارسهم، ما كل اللي عملوه للصف الاول والثاني والثالث ابتدائي ان هم قدموا على الموقع، لو كانوا قبلوا في المدرسه دي هيخرجوا من مدرسهم، هم تمام. موجودين في مدارسهم متسكنين وراحوا وفصلوا وحصلوا على المناهج في فتره الشهر ده، هيروحوا المدرسه اليابانيه. ايوه المشكله عندنا كانت في 230 واحد بالضبط من 1800 اللي تم قبولهم في المدارس الياباني، دول متقدمين لصف رياض اطفال الصف الاول او كي جي 1. كي جي 1 دول تطارق تعليمات صريحه لكل المديريات بتوفير اماكن لل 230 طالب، ده مش رقم كبير لو وزعناه على الثمان مدارس اللي كانوا موجودين في ثمان محافظاتهم مش بس كلهم في القاهره، هتستوعبهم المدارس. وقلنا حتى لو في اي ولي امر قابل اي شكوى في اعاده تسكين ابنه كي جي 1 ده يقدر يخش. بالاضافه ان المدارس اليابانيه كانت بتقبل عمر 4 سنوات، يعني هو لو ولي الامر انتظر ل5 سنوات، مدارس أي كتير جدا بتقبل السنه الجايه من 5 سنوات، ولكن دكتور طارق قال برضه لا، يعني عايز يخش السنه دي بالسن ال4 سنوات في كي جي 1 ل 230 واحد من 1800 هيخشوا مدارسهم. ده ليه بالنسبة اتغير؟ أيوة ده بالنسبة لتصحيح الخطأ بقى مين المتسبب فيه وليه حصل كده؟ انا بس مش عايز اسميه خطا يا فندم، يعني عايز اقول لحضرتك ان هو مش خطا، هو احنا عايزين نوصل لاحسن صوره بالفعل في المدارس اليابانيه، احنا مش الجهه المنفذه للمدارس اليابانيه، فاحنا استلمنا الثمان مدارس، عندنا اكثر من 100 مدرسه، ده مشروع للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ كان في فبراير 2016 في اليابان، وحضرتك عارف الفكره طبعا، وحب انه يطبق نظام التوكاتسو او اللي معني بالابتكار، وازاي الطفل يقدر يتعلم وازاي يقدر يتعامل في شكل جماعي اللي هو معني بنظام التوكاتسو. حاولنا نبني ال 100 مدرسه ده في فتره ال4 شهور اللي فاتوا، ما قدرناش طبعا ان احنا نبني ال 100 مدرسه عشان تعمم على كل مستوى الجمهوريه، فحضرتك شفتي ان هم الثمان مدارس اتقدم عليهم 30,000 طالب، طبعا عمر الثمان مدارس هتوصل ل 30,000 طالب، واللي هنرجع للمشكله اللي حضرتك ذكرتيها فيها في بس بدايه احنا كنا كلمتك ان بنقول ان دي هنوصل مرحلة اولى، ل 130 واحد. يعني احنا كنا ليه؟ بنقول ان المدارس دي مرحلة اولى وان هيبقى في مراحل تانية في محافظات مختلفة. المراحل الثانيه مع الوقت يا فندم كانت هتعدي العام الدراسي، فما كناش هنقدر ندخل حد مثلا في ترم واحد يشتغل المدارس اليابانيه، والاستاذ رئيس امر باستكمال المدارس على اكمل وقت، ما تمام. عندناش اي خلاف مع الجانب الياباني زي ما بيذكر، الجانب الياباني موجود معانا لحد دلوقتي، بل بالعكس اشتغل معانا انه يدرب اكثر من النسبه اللي فاتت، هو درب 40 معلم راحوا اليابان وسافروا خدوا قرعات تدريبيه وبوم اشتركوا مع زملائهم هنا، لا ده الجانب الياباني كان بيتكلم معانا لحد امبارح انه ازاي هيزود نسبه المعلمين الفتره اللي جايه عشان يبقى عندنا اكبر قدر من المعلمين شغالين على نظام التوكاتسو، عندنا اكبر قدر من الاداريين بس مش معلمين هم موجودين في المدارس، عندنا الساده المديرين، عندنا الساده الاداريين يكونوا موجودين تمام. في المدارس، ما عندناش اي خلاف مع الجانب الياباني، ولا كل الكلام اللي بنسمعه الجانب الياباني انسحب، الجانب الياباني عايز يبقى المصروفات مجانيه، هو الجانب الياباني مش معني اصلا بالموضوع ده خالص.